السلام عليكم، انا فاطمة العربي ودي قناتي على اليوتيوب. الفيديو النهاردة حرفيا بجد اسرع اكلة ممكن تعمليها لو انتي مستعجلة، تنفع غدا وتنفع عشا كمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الاكلة بتاعتنا السريعة السهلة على طول. مبدئيا كده هتجيبي طاسة. اكلتي النهاردة قليت اللحم بالبطاطس او طاسة اللحم بالبطاطس السريعة جدا، هتخلص في ثواني. هقولك انا هتخلص في ثواني، هتقولي لي لحمة هتستوي في قد ايه؟ لا، هتسويها وانتي واقفة، مش هتديها كده وقت تستوي فيه ولا حاجة. اول حاجة كده، وده راجع طبعا لتقطيعة اللحمة اللي انا مقطعاها هوريها لكم دلوقتي. مبدئيا كده انا عندي هنا التشويح او المادة الدهنية اللي انا هستخدمها، انا بصراحة استخدمت قطعة ليا. لو انت حابة تعمليها اخف من كده انت ممكن تشتغلي فيها بالزيت عادي، زيت ذرة عادي، تمام؟ مش حابة تحطي دهون لو اللحمة بتاعتك سمينة شوية عادي جدا برضو، مفيش اي مشكلة. المهم يعني استخدمي نوع الدهون اللي انت تفضليه او اللي انت تحبيه. انا قطعت ليا كده قطع او شرايح نفس تقطيعة اللحمة بالظبط علشان تكون شكلها نفس شكل اللحمة بالظبط. طيب اللحمة هتستوي معانا ازاي؟ علشان التقطيع اللي احنا مقطعينها دي، هتمسكي قطعة اللحمة بتاعتك، هتختاري طبعا حتة ناعمة كده بتستوي بسرعة، وبعد كده هتمسكيها تقطعيها شرايح زي ما انا مقطعاها كده، يعني تعتبر سميكة عن البسطرمة، حاجة بسيطة او سمك 1 سنتي بالكتير يعني. وهتبدأي تقطعيها التقطيعة دي وتغسليها طبعا او تشطفيها كويس وتسيبيها تصفي ميتها نهائي خالص. مش هنحطها غير لما اللية كده تنزل شوية من الدهون بتاعتها وتقلبيها على الناحية التانية علشان تستوي قبل ما نزل فيها اللحمة. طيب اللية بتاعتي خلاص اهي نزلت الدهون بتاعتها خالص وصفت الدهون بتاعتها خالص، هركنها كده وهبتدي بقى ايه انزل اللحمة يعني شوية شوية علشان ما تنزلش ميتها كلها على طول. هبتدي كده زي ما انت شايفة كده الشرايح رقيقة، مش هتاخد سوا خالص، اكنك يعني بتساوي بسطرمة كده بالظبط، مش هتاخد وقت معاكي خالص. ده لاننا قلنا عايزين حاجة سهلة وسريعة وما تاخدش مننا وقت واحنا واقفين لو انت بتعملي غدا ومستعجلة او عشاء، تمام كده. طيب الصينية بتاعتي دي انا مجهزة فيها ايه؟ انا مجهزة فيها بطاطس، دي بطاطس مسلوقة. عارفين البطاطس اللي هي الصغيرة خالص اللي بنسلقها بقشرها، هي دي انا سلقتها كده بقشرها وقشرتها وركنتها في الصينية. في ناس هتقولي انا يعني في ناس كتير قوي بتشتكي من البطاطس دي ما بعرفش اقشرها عشان القشره بتبقى لازقه، حطي فيها شويه خل كده على النار هتلاقي القشره فكت بمنتهى السهوله. اللحمه بتاعتي انا حطيتها اهي، والصينيه بتاعتي فيها بصل متقطع شرايح، بطاطس مسلوقه ومتقشره، ده فلفل الوان كان عندي في الفريزر كده طلعته وهو كان متقطع كده شرايح وركنتهم على جنب في الصينيه. جهزت حاجتي كلها اللي ما خدتش مني ثواني علشان تبقى اكلتي سريعه وسهله. هبتدي بقى يعني اللحمه كده كل ما هتاخد بقى مثلا صدمه من الناحيه دي هقوم ايه مقلبها سريعا سريعا كده بالمعلقه بتاعتي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده خدت لونها على طول، نزلت ميتها في ثواني وشربت المية البسيطة بتاعتها دي، وبعد كده اتشوحت بقى في الدهون اللي نزلت من اللي انا حطيتها. بعد كده بقى البطاطس اللي انا كنت سلقاها هنزلها في زيت سخن تاخد كده ايه تشويحها ولون علشان شكلها يبقى حلو في الطاسة وكمان تبقى مستوية سوا كامل، تاخد لونها. سيبها بقى عقبال ما اشتغل في اللحمه، هتكون البطاطس بتاعتي لونت واستوت وبقت زي الفل. هفضل طبعا طول ما هي على النار كده هشوح فيها مع اللية. طبعا عايزه اقول لكم ريحتها تحفه اللحمه دي، بقى ممكن تتعاملي بيها كده على انها مثلا تكملي الوصفه على انها شاورما، بس الطريقه دي تحفه بجد.
هتعجبكم جدا، وهقولك تعملي جنبها ايه دلوقتي. هنزل بعد ما شربت ميتها طبعا وابتدت تديني كده صوت الشكشكه ده ان هي خلاص شربت ميتها وابتدت تلون، هنزل بالبصل بتاعي اللي انا مقطعه شرايح، الفلفل طبعا اخر حاجه عشان يعني بيدبل على طول. هخليها بقى تكمل كده سوا مع البصل، وخلي البصل يتشوح وياخد لون برضو مع اللحمه. طيب الطاسه دي بقى ممكن تبقى عشوه او غدوه جنب ايه؟ طبعا هي فيها بطاطس وفيها كل حاجه وفيها خضار اللي هو الفلفل، وممكن تضيفي لها اي حاجه، ممكن تضيفي جزر اللي انت تحبيه. طيب تنفع جنب ايه وفيها البطاطس؟ يعني هي كامله، وجبه كامله. ممكن شوية عيش كده مع سلطة وبقت وجبة جميلة جدا. احنا بصراحة بنحبها مع العيش. انت ممكن تعملي جنبها رز وتحطي منها على الرز وتاكلي، المهم ان هي هتنفع جنب الرز وجنب ايه العيش. طيب انا حطيت ايه؟ حطيت شوية خل. بصوا انا اي حاجة بستخدم فيها اللي بحب احط فيها شوية خل، تمام كده؟ حتى لو بستخدم مثلا لحمة ضاني او كده، بحب نقطة، مش عارفة بتفرق معايا انا نقطة الخل دي، ممكن ما تفرقش مع غيري بس بتفرق معايا انا قوي في ريحة اللي او ريحة اللحمة الضاني او كده، بتحسسني ان هي خلاص كده ملهاش اي ريحة. اللي الناس انا يعني ايه في موضوع الشم والكده، لا يعني حساسة شوية في ناحية الشم دي، فبحب بقى نقطة الخل دي بتريحني نفسيا. المهم خدت اللمبه اللي انتوا شايفينه الجميل ده، نزلت عليها بالفلفل الالوان كده، وطبعا هبتدي برضو اشوح هنا الكاميرا، معلش اتحركت كده لوحدها. المهم هنرجع تاني للطاسه بتاعتنا، او قليت اللحم بالبطاطس وعملناها وشوحتها، ما خدتش مني وقت خالص زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو، ولا خدت مني وقت في اي حاجه. المهم اخر حاجه بقى لما حسيت انها هتنشف مني شويه، شويه ميه صغيرين جدا يعني اقل من ربع فنجان، ونزلت بيها كده لغايه ما تكمل التشويحه بتاعتها. وهبتدي اخر حاجه بقى هعملها احط لها التوابل بتاعتها، واحط كمان البطاطس بس لما تاخد لون زياده شويه عن كده عشان يبقى شكلها حلو، تمام كده. بعد كده خلاص الطاسه بتاعتي جهزت، البطاطس جهزت، ابتدي احط بقى التوابل. حطيت كده شويه فلفل اسود، انا مش عايزه اغير الطعم بتاع اللحمه، برضو اللحمه مش زي الفراخ، مش لما بتحط لها توابل كتير بتضيعي طعمها، فانا احط شويه كده فلفل اسود وشويه ملح ورشه جوز الطيب ومش اكتر من كده. وبعد كده هطلع كده البطاطس من الزيت، وهبتدي انزل بيها على الطاسه بتاعتي. طبعا البطاطس انت حره تقدري تحطيها بالتقطيعه اللي تعجبك، بس انا حبيتها كده يعني غيرت لي كده في شكلها وادتني شكل جديد وحلو. انا كده خلصت الطاسه بتاعتي وكانت جاهزه في ثواني، وزي ما قلت لكم تنفع جنب عيش او تنفع جنب رز، المهم ان هي سهله وسريعه وبسيطه وما خدتش مني وقت ولا مجهود ولا خدت كمان مواعين كتير، لا هي الطاسه كده حتى في التقديم انا هقدمها كده. بصوا بقى البطاطس لما بتبقى متحمره، هي طبعا الوجبه دي ابعد ما يكون عن الوجبات الخفيفه، انا قلت وجبه سهله وسريعه ما قلتش وجبه خفيفه، لان هي بصراحه كلها دهون ومعموله بالليه كده والبطاطس المحمره، يعني وجبه بصراحه من الاخر. فالمهم يا رب تكون الوجبه كده عجبتك بتاعتي وتكون نالت اعجابك، بس ما تستخسريش بقى فيا اللايك لو الفيديو عجبك، وتنزلي تشتركي في القناه، قلت لك قناتي اسمها فاطمه العربي على اليوتيوب. لو حابه تشوفي مني فيديوهات اكتر دوسي اشتراك اللي تحت الفيديو اللي باللون الاحمر مكتوب عليها سبسكرايب، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. سلام عليكم.